ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي الأستاذ مازن تميمي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ مازن، إلى أي مدى كشفت مجزرتي النجف وكربلاء عن الدور الجديد للميليشيا القبعات الزرق والتي سبقتها أدوار أخرى للميليشيات في وقت سابق من التظاهرات على رأسها ميليشيا الحشد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. الحقيقة بالنسبة أن هي مكشوفة، يعني ليس الكشف جديد. هذه الميليشيات صار من 2003 ولغاية الآن معروفة بجرائمها ومكشوف عملها، وبالتالي هي مرتبطة بإيران وتنفذ ما تريده منهم إيران، بما فيهم حتى التيار الصدري الذي حاول مقتدى الصدر في أكثر من مرة أن يلبس ويتقمص دور الحالة الوطنية وكأنه مصلح. كنا مشخصين أنه هو أخطر شخص على العراق وعلى شعب العراق، لكن كان البعض يعتقد أنه لا، عكس ذلك. لكن الآن أصبح اللعب على المكشوف مثل ما تفضلتي. الآن الجرائم التي ارتكبت بالأيام الأخيرة، الدور كلف بمقتدى الصدر لأنه ما استطاعت كل الأجهزة والميليشيات أن تجهض هذه الثورة الشعبية الباسلة، وبرغم الشهداء الذي قدمتها إجا الدور الآن الورقة الأخيرة لإيران أن تحرك مقتدى الصدر ليكون قاسم سليماني الجديد أو يكون حسن نصر الله في العراق. وهو هذا التعهد اللي أعطاه مقتدى الصدر إلى إيران، أنه قادر على أن يجهض الثورة وينهي هذه الانتفاضة. لكن كان موقف الشعب الحقيقة الموقف البطولي كشف حقيقة هذا الرجل وكشف النوايا الخبيثة التي كان يتستر بها. والآن ما ارتكب من جريمة في النجف هو امتداد للجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 2011 ولغاية الآن. وهذا بالنسبة إلى إيران، تعتبر العراق معركة مصيرية بالنسبة إلى مشروعها، فبالتالي تستخدم كل أوراقها، استخدمت كل الميليشيات. والآن جاء دور مقتدى الصدر باعتباره أنه كان يسوق على أنه جزء من هذا الحراك ومن هذه الانتفاضة. ولاحظنا الدور اللي لعبه قبل ترشيح رئيس الوزراء بيوم دعا جمهوره أن ينزلوا للساحة، حتى من يعلن عن رئيس الوزراء يعلن تأييد المباشر ويقول الثورة مؤيدة لعملية الاختيار اللي تم محمد علاوي. ولكن رب ضار هذا الموقف انكشف للشارع العراقي، والآن الخندق الوحيد هي هو خندق الثورة، ثورة نقية، لا تيار الصدري ولا غير تيار الصدري يستطيع بعد أن يركب الموجة وبعد أن ارتكب هذه الجرائم. أستاذ مازن، رغم كل توثيق بالمقاطع المصورة وكذلك من قبل المنظمات الحقوقية لكل الجرائم المرتكبة في ساحات الاعتصام، لازالت الميليشيات تتحدث عن من سمتهم بالمندسين وضرورة تطهير الساحات منهم. كيف يفسر هذا التناقض وهذا الإصرار على التستر على الجرائم التي قامت بها؟ الجميع يعرف من هو وراء هذه الجرائم، والجميع يعرف كل ما تفعله الميليشيات بدون استثناء ضد شعبنا وضد الثورة التي انطلقت في 2011، والذين سقطوا لغاية الآن أكثر من 1000 شهيد ويتجاوز العدد أكثر من 30,000 جريح. فبالتالي المندسين هم قد يكونوا المندسين وليس المتظاهرين العزل. وحتى كان الشباب يتظاهر ويفتح أزرار القميص لكي يرأي يظهر للعالم بأنه بصدر عاري، حتى في يعني فتحة القميص حتى لا يثبت للعالم حتى لا سكينة موجودة عنده ولا أي آلة حادة، وهم يفتحون النار عليه. فبالتالي هذه الحجة أيضا أصبحت الآن مكشوفة لدى العالم والمجتمع الدولي، وبدليل أنه كانوا يروجون الطرف الثالث. الآن الطرف الثالث طلع مقتدى الصدر، والميليشيات المرتبطة بإيران هي الطرف الثالث وهي من تقوم بهذا الفعل. ما يقال هناك من دسين، ومثل ما بارك خامئني إلى مقتدى الصدر على ما قام بهذا الفعل خلال هذه الأيام الماضية، على أنه استطاع أن يقضي على هذه المندسين. فهذه هي الحقيقة، يعني شر البلية ما يضحك، هم القتلة ويدعون العفو. نعم، فقط نبقى في هذا التصريح عن المندسين، إلى أي مدى تعد مثل هذه العبارة تطهير الساحات من المندسين تحمل تحذيرا للمتظاهرين السلميين في الساحات عن احتمال ارتكاب مجزرة جديدة ضدهم؟ رسالة للمتظاهرين وللثورة
على انه ترى اذا حصلت كارثه او عمليات اغتيال فهذه هي العناصر المندسه بقامت بهذا الفعل، وهذا هو مقدمه لجريمه سترتكب مستقبلا، وهي او الغطاء والمظله لهذه الجريمه انه هناك مندسين، وبالتالي المندسين هم من يتحملون، وعليكم ان ترجعون لبيوتكم يا شعب وتركوا الساحه لنا احنا من سيوفر الحمايه. هذا هو الهدف من هذه العمليه. وانا اسال لو كان اكو مندسين، طيب هم هسه يقولون مندسين وزير الداخليه البارحه في النجف منع ان يدخل للنجف من قبل الميليشيات، من قبل هذول اصحاب القبعات الزرقاء، وزير يتفاوض يوسل حتى يدخل الى ساحه الى النجف، منع ودخل بعد ساعه من المفاوضات. اين هم المندسين؟ هل هذا الوزير هم مندس؟ وهذا الوزير هو هم احد عملائهم واحد شركائهم بالعمليه السياسيه؟ الان لم تنطلي مثل هذه الاكاذيب ومثل هذه الافتراءات، كلنا والعالم يعرف من قام بهذا الجرائم، وبالتالي لا مندسين، المندسين هم. أستاذ مازن، ما مدى جدية الموقف الدولي بعد الإدانات التي شاهدناها من قبل الدول وكذلك الأمم المتحدة؟ هل يمكن أن يكون هنالك تحركا دوليا بعد مجزرة النجف واليوم كربلاء؟ هو حتى هذا الموقف الخجول من قبل المجتمع الدولي لأربعة أشهر وأكثر من 1000 شهيد و30 ألف جريح، والعالم صامت والمجتمع الدولي يتصرف، لكن هذه التصريحات وهذه البيانات الأخيرة دعنا نقول خطوة بالاتجاه الصحيح فيما إذا فعلا اقتنع المجتمع الدولي بالجهة التي ارتكبت هذه الجرائم وبحكومة الاحتلال في بغداد وراء هذه الجرائم، لكن لا يزال الموقف الدولي لا يزال خجول ولا يزال ضعيف، ويفترض يكون الموقف أكثر قوة، وليس فقط إدانة، يجب أن تحاكم من ارتكبت هذه الجرائم وتحاكم حكومة المنطقة الخضراء، ويجب معاقبة هذه الميليشيات، ونتمنى أن يتطور الموقف أكثر. لكن المخجل والمعيب أنه حتى النظام العربي الرسمي لغاية الآن لم يظهر أي إدانة، أي دولة عربية قبل 10 أيام 16 بلد أوروبا صدر بيان بنوع من الإدانة، رغم أنه البيان ما يرتقي إلى المستوى اللي نتمناه، لكنه أيضا كانت إدانة، ولا دولة عربية ولا تفكير عربي شارك في هذا البيان. والآن أيضا المجتمع الدولي يدين بعض الأنظمة الأوروبية وحتى والنظام العربي الرسمي لا يزال صامت أنه منتهي الكهف. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي مازن تميمي، كنتم معنا عبر الهاتف من لندن.